لقطة هذا اللاعب يبحث عنها الجميع. إذا كنت لا تتحمل الضحك لا تشاهد هذا الفيديو. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في عالم كرة القدم تحدث الكثير من الأمور المميزة والمضحكة والتي تجعلنا نشاهد اللقطة عدة مرات، وفي هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا ببعض اللحظات المضحكة والمميزة في عالم كرة القدم. لنبدأ. في هذه اللقطة شاهد تبادل الكرة بين هذين اللاعبين، وفي النهاية انتهى المطاف بأن قام الدفاع بقطع الكرة لترجع إلى هذا المهاجم الذي أودعها في الشباك بكل سهولة. تقدم هذا اللاعب بالكرة وتعرقل لترتطم الكرة بين المدافعين وتأتي للاعب الخصم الذي مباشرة أودعها في الشباك. تابعوا هذه اللقطة وكيف كان لاعب الخصم محظوظا ووضع الكرة في الشباك بعد أن وصلته بهذا الشكل. لا تركزوا على الكرة ولا حتى على التمريرة ولا حتى على الهدف، بل ركزوا على قفزة الحارس الذي حاول تصدي الكرة. في هذه اللقطة تابعوا كيف دخل لاعب الخصم ولم يستطع أحد إيقافه لتمر الكرة مرور الكرام نحو الشباك بعد تسديدة هذا اللاعب. ركزوا على دفاع سلافيا براغ كيف لم يكن مركزا بشكل كبير. خرج الحارس هنا من مرماه ليقوم بتصدي هذه الكرة، وبالفعل قام بإبعادها، ولكن الكرة وصلت إلى لاعب الخصم الذي أودعها مباشرة نحو الشباك، وكان هدفا رائعا من منتصف الملعب. يمكنكم أن تشاهدوا كيف ذهبت الكرة إلى المرمى. هل كان الحارس والدفاع أغبياء في هذه اللقطة، أم أن لاعب الخصم كان محظوظ بأن رجعت إليه الكرة بعد أن تصدها الحارس بهذا الشكل؟ لنشاهد معا في هذه اللقطة كيف سدد هذا اللاعب الكرة لتمر بين أقدام هذا المدافع، ثم تصل إلى هذا اللاعب الذي كان أمام الشباك الفارغة فيحرز الكرة هدفا كما ترون. لن تصدقوا كيف دخل هذا الهدف. فبعد هذه الركلة الحرة الثابتة ركزوا جيدا كيف حدثت دربكة في الدفاع إلى أن وصلت الكرة إلى هذا اللاعب فارتطمت بأقدامه ليس إلا ودخلت إلى الشباك كما ترون. وصلت الكرة على رأس هذا اللاعب ليقوم بضربها برأسية مميزة ويضعها هدفا بنيران صديقة في شباك فريقه، لكن المشكلة ليست هنا بل بحارس المرمى الذي كانت الكرة أمامه مباشرة ولكنه لم يستطع الإمساك بها. ركزوا جيدا على هذا الهدف من لاعبي توتنهام وكيف دخل من هذه الركنية بعد دربكة في الدفاع ارتطمت بها الكرة بهذا المدافع لتصل على قدم لاعب توتنهام ليضعها في الشباك بهذا الشكل. في هذه اللقطة تابعوا كيف خرج حارس برايتون من مرماه لكي يمسك الكرة، لكنها أفلتت منه بهذا الشكل لتصل على رأس لاعب الخصم مباشرة فيودعها هدفا في الشباك. يمكنكم أن تركزوا كيف أرجع هذا المدافع الكرة لحارس المرمى ليبعدها، لكنها لم تكن قوية بما فيه الكفاية فتصل إلى لاعب الخصم والذي من لمسة واحدة أودعها هدفا في الشباك. لنشاهد ألكسندر لاجازيت وكيف استغل غباء هذا المدافع الذي لم يتمركز جيدا فقطع الكرة من أمامه وأودعها في الشباك هدفا. هذا الحارس كان سيء الحظ جدا إذ تم تسديد هذه الكرة نحو شباكه من داخل منطقة الجزاء لترتطم بقدم أحد المدافعين ثم بالعارضة ثم بقدم الحارس ثم هدف كما ترون. في هذه اللقطة تابعوا هذه المدافعة بين لاعب بالميراس ولاعب الخصم ليأتي هذا اللاعب ويقوم بالتمثيل أنه ضرب من قبل لاعبي الدكة، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف أخذ يمثل بهذه الطريقة أنه أصيب. يمكنكم أن تشاهدوا خروج الحارس الخاطئ والذي به أوقع مدافعه لتصل الكرة للاعب الخصم والذي أودعها في الشباك من لمسة واحدة. شاهدوا هذا الهدف العجيب والغريب إذ تقدم هذا اللاعب كما ترون أمامكم وقام بتسديد هذه الكرة ليتصداها الحارس ثم بقدم هذا اللاعب لتصل إلى زميله بهذا الشكل
فيضعها في الشباك هدفا. ركزوا على مدافع ميلان والذي لولا حارس المرمى لكلف فريقه هدفا، تعرقل بالكرة دون أن يلمسه أحد وسقط أرضا بهذه الطريقة. هذا الهدف غريب حقا، فبعد أن وصلت الكرة إلى رأس هذا اللاعب تصداها حارس المرمى لترتطم بالعارضة وترجع إلى لاعب الخصم ليضربها برأسه ويودعها في الشباك بعد خطأ غبي من حارس المرمى الذي تصدى الكرة وأدخلها في الشباك. في هذه اللقطة تابعوا هذا اللاعب كيف أرجع الكرة للاعب الخصم والذي كان متمركزا بشكل جيد ليراوغ المدافع ويودع الكرة في المرمى، هدفا رائعا للغاية. هذا المدافع أودع الكرة بنيران صديقة بشباك فريقه، ولو تركها كان أفضل، لأنه لربما كان لاعب الخصم ليضيعها ولم يضعها في الشباك. ركزوا جيدا على سوء التمركز من هذا المدافع الغبي والذي بهذا الشكل سمح للاعب الخصم أن تصل إليه الكرة بعد أن أعطاه إياها برأسه، فتابعوا الأخير كيف أودعها في الشباك هدفا من فوق حارس المرمى. في هذه اللقطة سدد هذا اللاعب الكرة، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف تغير اتجاهها وحارس المرمى لم يعرف أين يذهب لتدخل الكرة في شباكه. لنتابع هنا كيف حاول الدفاع والحارس إبعاد هذه الكرة، لكن في النهاية تمكن لاعب الخصم وبطريقة إبداعية من إيداعها على يسار الحارس بتسديدة أرضية مميزة جداً. تابعوا هذا اللاعب والذي تقدم بهذه الكرة وخرج له حارس المرمى، فقام اللاعب بهذه الطريقة بوضع الكرة بين أقدام الحارس ومن ثم أودع الكرة في الشباك. وصلت الكرة إلى هذا اللاعب بعد خطأ من الدفاع وتم إرجاع الكرة إليه ليقوم بتعريضها، وخطأ آخر من الدفاع إذ ارتطمت الكرة بهذا المدافع ودخلت بنيران صديقة إلى الشباك هدفا. هذا الهدف غريب جدا، تابعوا بعد عدة تصديات من حارس المرمى وهذا اللاعب الذي أتى ليحتفل كيف وصلت إليه الكرة ليسددها مجددا ويقوم بوضعها في الشباك، مؤكدا أن احتفاله هو الصحيح في هذه اللقطة. هذه الكرة غريبة جدا، ركزوا هنا كيف تقدم هؤلاء اللاعبون وخرج حارس المرمى لتصل الكرة إلى هذا اللاعب فيودعها في الشباك بعد أن خرج الحارس بهذا الشكل. تمريرة رائعة بالعمق للاعب ليستر سيتي الذي تقدم، وسقط هنا مدافع توتنهام بطريقة غريبة للغاية ليكون لاعب ليستر أغبى منه ويسدد الكرة خارج الملعب. تمريرة رائعة من الركنية تصداها حارس المرمى فوصلت على رأس لاعب بايرن، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف قام بهذه الرأسية بإخراج الكرة من الملعب. ركزوا هنا في هذه اللقطة على توماس مولر بعد أن أخطأ هذا المدافع بإرجاع الكرة إلى حارس المرمى إذ كانت كرته بطيئة نسبيا، ليتقدم مولر ويراوغ الحارس بهذه اللقطة ثم المدافع ثم يودع الكرة في الشباك. تقدم هذا اللاعب وقام بتعريض الكرة ليسددها بكل سهولة، ومن بين أقدام هذا المدافع تمر الكرة هدفا نحو الشباك. وصلت الكرة إلى هذا اللاعب ليقوم برأسية مميزة بوضعها في الشباك كما ترون، وهنا ركزوا على حارس المرمى الذي خرج من مرماه وسقط فوق لاعب الخصم بهذه الطريقة كما ترون. في مباراة منتخب الأرجنتين للشباب وكولومبيا يمكنكم أن تتابعوا هنا كيف سدد هذا اللاعب كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بين أقدام الحارس هدفا غريبا للغاية، وهنا ردت فعل ماسكيرانو على هذا الهدف الذي تلقاه منتخب الأرجنتين. بعد دربك في الدفاع تابعوا هنا كيف تصدى الحارس للكرة، وهنا هذا المدافع قام بإبعادها لتصل إلى هذا المهاجم الذي سددها لترتطم بالعارضة وتذهب إلى هذا المدافع الذي أبعدها. لقطة غريبة للغاية. لنتابع في هذه اللقطة كيف كانت هناك مشكلة ليأتي هذا اللاعب ويضرب الخصم ضربة قوية فيجري خلفه جميع اللاعبين ليقوموا بضربه، فيمكنكم أن تتابعوا هذه المناوشات الكبيرة التي حدثت في أرضية الملعب. شاهدوا مدافع توتنهام والذي لم يقم بتصدي الكرة أبدا من أمام مهاجم ليستر والذي وقف أمام منطقة الجزاء
ثم وجد الطريق سهلا فسدد الكرة على يمين الحارس وسجل هذا الهدف الرائع. لنتابع في هذه اللقطة كيف تم تسديد هذه الكرة لترتطم بركبة لاعب ويست هام وتخرج من الملعب، والكل يظن أن الكرة ركلة جزاء، وهنا تابعوا ردة فعل اللاعبين عندما أعلن الحكم أنها ليست ضربة جزاء. تم تعريض هذه الكرة إلى هذا اللاعب فتابعوا كيف سددها أو وصل إليها، لكنه أخرجها من الملعب لتنطلق صفارات الاحتفالات خلف الملعب أنها هدف، ولكن الكرة لم تدخل إلى الشباك. في هذه اللقطة الغريبة لرياض محرز تابعوا كيف وصلت إليه الكرة ليمر بين المدافعين أمام الحارس ثم يسدد الكرة خارج الملعب. لقطة غريبة جدا. لنتابع هنا في هذه المباراة لفريق يوفنتوس وكيف وصلت الكرة للاعب يوفنتوس والذي تقدم وأودع الكرة في الشباك، ولكن يبدو أنه تم إلغاء هذا الهدف بداعي التسلل، والتقنية الجديدة أثبتت أن اللاعب كان في وضعية تسلل. فيمكنكم أن تتابعوا اللقطة أن كتف اللاعب مع كتف الخصم كان في وضعية تسلل. وفي لقطة أخرى سدد هذا اللاعب كرة من خارج منطقة الجزاء ليتم إلغاء الهدف أيضا بداعي التسلل، وذلك لوجود التقنية الجديدة. فيمكنكم أن تركزوا على كعب اللاعب كيف قد كان متسللا في هذه اللقطة، وهنا أليجري يصرخ فرحا ليتلقى البطاقة الصفراء من حكم المباراة. تم تمرير هذه الكرة لهذا اللاعب وكان قد خرج حارس المرمى بشكل غير موفق، فتابعوا اللاعب كيف كان أمام الشباك الفارغة ليقوم بوضع الكرة على يمين المرمى خارج الملعب بهذا الشكل. لقطة غبية حقا من هذا اللاعب. لنركز على لاعب تشيلسي هنا وكيف تقدم بهذه الكرة، لكن تابعوا عندما حاول المراوغة كيف سقط أرضا وانزلق بهذه الطريقة كما تشاهدون. ركزوا هنا على حارس أرسنال وكيف خرج ليتصدى هذه الكرة، وبهذه الطريقة تمكن اللاعب من لمس الكرة من أمام الحارس وقام بإرسالها إلى زميله الذي أودعها في الشباك. هنا في ممر ويست هام لنتابع تياغو سيلفا مع هذا الطفل الصغير وكيف حاول أن يسلم على تياغو سيلفا فيضع الطفل يده على أنفه كسخرية، فتابعوا ردة فعل سيلفا وكيف أيضا هو قام بتقليد الطفل وذهب أيضا للسلام عليه. بعد أن توج ريال مدريد بكأس العالم للأندية تابعوا أثناء الاحتفالات كيف أمسك لاعب ريال مدريد بروديغير وقاموا بجره على الأرض بهذه الطريقة. تابعوا هذا المزاح من لاعبي ريال مدريد. في هذه اللقطة كان فينيسيوس جونيور يخبر الحكم أنه لم يقم بالتحكيم بطريقة جيدة وخرج يقبل شعار ريال مدريد، ليقوم لاعب ريال مايوركا أو قائد ريال مايوركا بوضع شعار فريقه على فم فينيسيوس كي يقبله كنوع من الاستهزاء. لنتابع هنا ماغواير وكيف قام بهذه الكرة بتمريرها ليعطائها للاعب الخصم، وهنا في لقطة أخرى ركزوا كيف قام لاعب الخصم باختطاف الكرة منه بهذا الشكل أو بهذه الأخطاء الغبية. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.